مرحبا، اليوم الأربعاء 6 كانون الأول، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. نعمل فيها جولة على معرض بيروت العربي للكتاب بالبيال مع تواقيع وإصدارات جديدة. حلب يلا للي هو عنوان أمسية حلبية ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي بموريال كندا وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهي سيدة أماني سمعان، مديرة مهرجان بيروت أند بيوند، ومعها بنحكي عن دورة المهرجان الجديدة بنسخته 2017 وتفاصيل عن برنامج الفني والمؤتمر الصحفي، وايضا الصحفيه والكاتبه جنى نصر الله، ومعها بنحكي عن كتابها اللي بيحمل عنوان رحيل المدن. هيدا ملخص عن الحلقه، وبالبدايه مثل العاده اتصال مباشر مع مصلحه الارصاد الجويه لنشوف كيف رح بكفي الطقس هالكم يوم. ومعنا استاذ عباس عبيد. مرحبا. صباح النور يا هلا. كيفك استاذ عباس؟ تمام، كيفكم انتم؟ امبارح بلشت شتاء. نعم صحيح. وكيف رح بكفي الطقس؟ رح يكمل اليوم في امطار غزيره بفترات يعني خلال النهار. نعم. خاصه بالمناطق الشماليه، وطبعا رح يرف هذا الشيء رح يرافقه رياح ناشطه وبتشتد احيانا ممكن توصل لحدود 70 كيلومتر بالساعه. اوكي. واكيد رح يؤدي هذا لارتفاع بموج البحر اللي ممكن يوصل لحدود 4 أمتار خاصه بالمناطق الشماليه. درجات الحراره رح تنخفض اليوم بشكل ملحوظ عن امبارح، طبعا بشكل تدريجي خلال النهار مع ساعات الليل. اوكي. بالنسبه للثلج عم يتصاعد حاليا فوق 1500 متر ورح يدنى تدريجيا خلال النهار ليوصل بادنى مستوى محدود 1200 متر كمعدل. اي حلو. اوكي. بالنسبه لاقصى الشمال، خاصه في منطقه اقصى الشمال، يعني ممكن يدنى شوي اكثر لحدود 1100 او 1000 متر. ولايمتى رح بكفي الليل؟ اوكي، لايمتى رح بكفي التأس هيك؟ مبدئيا للصباح بكره. ابتداء من الصباح بكره رح يكون الطقس مشمس، انما درجات حراره صباحيه بارده. رح يتكون جليد على المرتفعات او على الطرقات الجبليه تقريبا فوق 1200 او 1300 متر. نعم. ويوم الجمعه رح ترتفع شوي الحراره، انما رح تبقى بارده. يعني سريعه الشتوى؟ نعم. سريعه. نعم. نوعا ما تقريبا حدود ال 24 او 30 ساعه، يعني اعتبارا من امبارح المساء لحدود بكره الصباح. صرنا عم ناخذهم بالساعات. نعم. هالقد دقيقه القصه. نعم. أوكي. بالنسبه لدرجات الحراره اليوم على الساحل رح تتراوح بين 8 و 19 درجه، فوق الجبال بين 6 و 10، وبالداخل بين 5 و 12 درجه. اوكي، بكره اتصال جديد. يعطيك العافيه، شكرا لك استاذ عباس. يا ريت. مرحبا. مرحبا جوال، ولك ولكل المشاهدين. جوله على عناوين صحف بيروت لصباح يوم الاربعاء بنبداها هلا. جولتنا لليوم بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. ترامب بلفور القرن يهدي القدس إلى إسرائيل. ترامب أبلغ زعماء المنطقة قراره نقل السفارة إلى القدس. تحذيرات عربية ودولية ودعوة فلسطينية إلى أيام غضب. بيان النائب بالنفس يسقط الاستقالة ويعطي الحكومة فترة سماح. فرنسا تضمن غطاء سعوديا مرحليا وتسهيلا إيرانيا لتجنب حصار مجلس الأمن، وحزب الله يلتزم التهدئة تجاه المملكة. وختاما، السعودية معظم المتهمين بالفساد وافقوا على التسوية. من صحيفة النهار مننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. أحمد علي صالح يدعو إلى مواجهة الحوثيين ويؤكد اغتيال والده في منزله. قمة الكويت تدين قصف مدن خليجية بصواريخ إيرانية. صباح الأحمد دعا إلى آلية لفض المنازعات بين دول مجلس التعاون. الملك سلمان نقل السفارة خطوة تستفز المسلمين. ترامب يتجاهل التحذيرات العربية والأوروبية. اتفاق أوروبي أمريكي على إيران وانقسام على وضع القدس. وبعنوان أخير، الحريري يعود عن استقالته بعد بيان النائب النفس. ماكرون للحياة، مجموعة الدعم لتأكيد استقرار لبنان. ننتقل إلى صحيفة المستقبل. حكومة الحريري تنأى بكل مكوناتها عن شؤون العرب. دعا لصفحة جديدة تحمل استقرار والعلاقات الأخوية. ومجلس الوزراء شكر عودته على الاستقالة. ترامب يشعل فتيل القدس. نجل صالح، سنثأر من أعداء الوطن والإنسانية. قمة إنقاذ صيغة مجلس التعاون. أمير الكويت أكد استمرار جهود تهدئة الأزمة الخليجية. وبعنوان أخير، السعودية غالبية الموقوفين في حملة الفساد وافقوا على تسوية. ننتقل بجولتنا إلى صحيفة الأنوار. كتلة المستقبل تدعو إلى تطبيق النائب النفس قولا وفعلا.
أمير الكويت يؤكد صلابة مجلس التعاون الخليجي. نجل صالح يتعهد بخوض المعركة ضد الحوثيين. القادة العرب والاتحاد الأوروبي يحذرون ترامب من نقل سفارته إلى القدس. النائب العام السعودي: معظم المحتجزين وافقوا على التسوية. وختاما كتب المحلل السياسي لليوم: النائب النفس تحصين للوطن في مواجهة أعاصير محتملة. من صحيفة الأنوار ننتقل إلى عناوين صحيفة اللواء. الحريري يطوي صفحة الاستقالة ويعود إلى السراي اليوم. إجماع على الالتزام بوثيقة النائب النفس، ومؤتمر باريس يفتح الطريق أمام المساعدات الدولية. أمير الكويت: تدخل إيران يهدد استقرار المنطقة. السعودية وحلفاتها تتجاهل مشاركة قطر بالقمة الخليجية. ترامب يهاتف عباس عشية قراره بشأن القدس والسفارة. ابتزاز الرئيس الأمريكي يربك العالم وحالة تأهب في السفارات. وبعنوان أخير: نجل صالح يؤكد مواصلة المعركة ضد الحوثيين. الرياض تأمل بنجاح انتفاضة الشعب اليمني. جولتنا نتابع معكم، وبالعنوان العريض اليوم بصحيفة البلد: لبنان يطوي فصل الاستقالة، المسرحية انتهت. من صحيفة البلد منتابع جولتنا مع ترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار. اليوم اكتفت ذا ديلي ستار بعنوان واحد، عم نشوف صورة طبعا للقدس ومسجد الأقصى، وبالعنوان: عذرا سيدي الرئيس، القدس عاصمة فلسطين. من ذا ديلي ستار منتابع جولتنا مع صحيفة لوريون لجور، وبعناوين اليوم: اليمن، السباق يحتدم بين الرياض والحوثيين من بعد موت صالح. نقل السفارة الأمريكية: ترامب يتكلم اليوم. وبعنوان أخير: الكويت سيتابع وساطته بين الرياض والسعودية. من لوريون لجور إلى عناوين صحيفة الشرق: عودة الروح إلى الحكومة وإلى النائب النفس بإجماع لبناني واحتضان دولي. الحريري: صفحة جديدة للبنان تحمل الاستقرار والعلاقات العربية. إجماع عربي إسلامي على تحذير ترامب إلا القدس. المستقبل وحزب الله والقوات ملتزمون التسوية الجديدة. السيسي: علاقة مصر والسعودية استراتيجية. وبعنوان أخير: اليمن والقدس يستأثران بالقمة الخليجية. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تحذيرات واسعة من تداعيات تمسك ترامب بنقل السفارة. خادم الحرمين للرئيس الأمريكي: خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين. الحوثيون يلوحون بمصير صالح لترهيب القبائل. المؤتمر يعلن مقتل العميد طارق صالح. الرياض: غالبية المتهمين بالفساد وافقوا على التسوية المالية. الكويت تقترح آلية خليجية لفض النزاعات. وبعنوان أخير: لبنان يجدد النائب النفس، والحريري يعود عن استقالته. إلى عناوين صحيفة الجمهورية: مخرج لفظي لأزمة حكومية. مسيحيو الشرق بين بوتين واليازجي. وبالعناوين الأخرى: التسوية تجدد نفسها ومعارضوها يستعدون. ما جديد قضية مقتل الشابة إليان؟ العالم يعارض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبأخبار الرياضة: بايرن ينتقم من بي اس جي. وختاما بيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية ملحق خاص بالتكنولوجيا. ومن صحيفة الجمهورية إلى عناوين صحيفة الاتحاد يلي معها رح نختم جولتنا على صحف بيروت لليوم: جنبلاط للاتحاد، سلاح المقاومة ليس للنقاش الآن. بيان النائب النفسي يستكمل تحرير الحريري ويشتري الوقت. وختاما: ترامب يهود القدس، صفعة القرن. مع هالعنوان منكون وصلنا لختام جولتنا على صحف بيروت لصباح اليوم. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، ومن بعده جوله على ابرز المواعيد الفنيه والثقافيه مع جوال. تركن معنا.